الشكر أيضا لضيفيك الكريمين علي ناصر وعادل درويش في الاستوديو التحليلي ولمختلف الزملاء في الموجودين خلف الكواليس. مع الثالث من دوري الدرجة الثانية ملعوبة الكرة تصل في الاتجاه أوكيني ملعوبة مع لوكاس ممتازة الكرة العملية والفرصة والمحاولة مطالبة بركلة جزاء فرصة جول ضاعت الكرة على فيليكس أوكيني تأتي بأول فرصة ومحاولة جدية وأول تهديد صريح بعد عمل ممتاز من البرازيلي لوكاس أحمد رياض يسقط ثم مواصلة الهجمة من الكامروني فيليكس أوكيني شاوتي أول جولتين وأول مباراتين نادي الشحنية 4 نقاط في المرتبة الثالثة من انتصار وتعادل قبل هذا كرة من عرضية البحث عن كرة وهدف أول ضاع من فرانشيسكو أنتونوتشي البلجيكي من أصول إيطالية القادم من نادي فاينارد الهولندي لاعب سابق لجمعية موناكو الفرنسية وأجاكس أمستردام الهولندي على مستوى قلب الهجوم متواصل الهجمة فرانسيسكو أنتونوتشي ممتاز الكرة في اتجاه عبد الرحمن خطيرة فرصة جول أوه علي نادر مستمرة قائمة لا زالت الخطورة متواصلة الحسن كروما الحسن كروما وفرصة حارس المنتخب الأولمبي العنابي شوف الهربة ممتازة من عبد الرحمن مسعد الشخمي كرة على مستوى نقطة ركلة الجزاء من الحسن كروما على مناسبتين يسدد كرة تصدى لها الحارس علي نادر بامتياز بإبداع علي نادر أوكيني تشودي عبد الله نوري ممتاز عبد الله يا عبد الله نوري راي عبد الله جميل عبد الله نوري حاول المرور التمرير لخالد رضوان خالد يحذر فيليكس يسدد وكرة لباوتيستا بورك لوكاس تمر في اتجاه أوكيني شوف الدور متاع أوكيني في وسط الميدان إلى أحمد حسن المهندي يمر أحمد يعدي أحمد حسن المهندي وزع خطيرة جول ضاع الهدف الأول يضيع الهدف الأول بدأت من 1999 مع كاس الشيخ جاسم وانتصار الخور بخماسية نظيفة وهذه كرة خطيرة لوكاس ممكن الأول خطيرة فرصة جول ضاعت الكرة جول لوكاس جابها لوكاس حطها لوكاس 1-0 بعمل كبير وكينيه ممتاز لوكاس ثم خطأ كبير من وسط الدفاع اقتنصها لوكاس خطفها لوكاس أخذها البرازيلي ثم رفعها حتى في الجول 1-0 علي محمد أي خطأ يا علي اللو خطا يا علي لوكاس يتلاعب بي ماسان ثم يرفع الكرة يحطها في القائمة الثاني يغير النتيجة 1-0 للفرسان 1-0 للخور 1-0 بفضل جديد لنادي الشحنية بالرقم 7 خروج عبد الرحمن مسعى بشكل جيد نادي الشحنية من أجل العودة في المباراة فرانشيسكو يلعب كرة مع سيانك في منطقة الجزاء محاولة للتوزيع كرة ومطالبة بركلة جزاء على الجانب الأيسر وهي ضربت في ولمست في يده لكن اليد كانت سعيد يعدي سعيد أوكيني خطير هذه الكرة فرصة الثاني ممكن لوكاس وما زالت الخطورة ركلة جزاء سعيد برامي ركلة الجزاء حمد لبدان من عناصر الخور حمد لبدان هذا سعيد برامي متسللة يا حمد برافو حمد عودة من التسلل نعم حمد لبدان لمسة يد ما زالت المحاولة مستمرة يواصل اللاعب حكم اللقاء خطيرة من محمد وكرة جول يعدلها الحسن كروما يا الله على عودة نادي الشحنية ملعوبة بذكاء من محمد إبراهيم يا محمد هذه فيها لمسة يد في البدايات الحسن كروما هو اللي مرر لمحمد إبراهيم عادت من الدفاع والحسن كروما يأتي من الخلف يسدد في المرمى في الجول 1-1 عودة لنقطة البداية
في هذا اللقاء في هذا ممتاز في البدايات. هذا الظهير الطائر محمد إبراهيم واحد من أبرز رجال المباراة اليوم. الركنية العاشرة والثامنة للشحنية والتسديدة. يا الله كرة ما زالت علي نادر يتألق. ماير كرة فرانشيسكو كرة الثانية خطيرة فرصة جول ضاع. نادي الخور من هجوم نادي الشحنية. يا الله يا الله يعيني على كرة على التصدي من علي نادر. ماير ياخذها ثم التوزيع من فرانشيسكو والكرة ممتازة مرت قريبة من القائمة الأيمن للحارس علي نادر. علي 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 سفيان هني كرة ملعوبة من علي نادر تعود من الحسن كروما كرة لفرانشيسكو ارتباك كبير من دفاع. يا الله يا الله لولا 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 براعة علي نادر لولا براعة علي نادر أمام قذيفة فرانشيسكو أنتونوتشي. يا سلام يا سلام على كرة على التصدي بروعة بروعة يا علي بروعة يا علي